بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا تطرف لا إلحاد رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد لا تطرف لا إلحاد رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد ليش التطرف ينتشر عند خلاف الإسلام هو هو لازم من عيد المحبة نشر ثقافة سلام لا تغرق صيحات البطل ادعياء الطائفيه دول خرجوا عن الطاعه وعن حدود الانسانيه سلم التعايش المعنى روابط تجمعنا هواي ما نختلف ما مختص ما نختلف بالراي لا تطرف لا الحاد رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم ينهي عصر الاستعباد ليش التطرف ينتشر هذا خلاف الإسلام لا تمنع عيد المحبة نشر ثقافة سلام لا تغرق صيحات البطل أدعياء الطائفية دول خرجوا عن الطاعة والحدود الإنسانية سلم التعايش من نعم عن هواي ما نختلف ما نتخاصم مهما اختلفنا بالرأي لا تطرف لا إلحاد رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد لا تطرف رابي مشروع رابي انشر تنهي عصر الاستعباد آلاف الدعاة اسمع ليش فرق الناس تعيش ها ها الدعاية ناس يصلح مو شغلة بس التفريش ها ها لا تحتاج على شر عيش بأخلاق التهذيب ها انت دورك كلش واضح كل إرهاب وترتيب ها ها عايش أمك أم أولادك عايف أم المسلمين ها قام عليك حولك بطان الحق والمسترقين ها ها انشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد لا تطرف لا الحال رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد انا شاب ارد اتعلم رأي شهادة مصير وانتم كلمة هم نفسه لا عبادة لا ضمير ليش الواقع اصبح مظلم ليش المستقبل مجهول وانا اشوف الراب يقدم للواقع اقل حلول هذا خطة من معاصر يتنغم ويا الشباب خلوا الراب خلوا الراب غير الواقع تركوا الشتم والسباب خلوا الراب غير الواقع تركوا الشتم والسباب انا شاب ارد اتعلم رايد شهاد ومصير وانتم في المهمة نفسه لعبادة لبنير ليش الواقع اصبح مظلم ليش المستقبل مجهول وانا اشوف الراب يقدم للواقع اقل حلول هذا خطة من معاصر يتنغم ويا الشباب خلوا الراب غير الواقع تركوا الشتم والسباب خلوا الراب غير الواقع خلوا الرابي غير الواقع تركوا الشتم والسباب لا تطرف لا الحاد رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد لا تطرف رابي مشروع الرشاد رابي انشر تنهي عصر الاستعباد ها والاطروحات الارضيه عاجزه تشر وعام ها الملحد الاشتراكي واخذ من طرف بشر ها اما حرفه الاسماني انت شجاع وجهل ها ها بعدين الحربيين يفكر مع السوقين ها ها وبدل العربي ويوقف كل العربيين ها ها اصبح وطن تدين الحل بين اتمام والاطروحات الارضيه عاجزه تشر وعام الملحد الاشتراكي واخذ من طرف بشر اما حرفه الاسماني رابي مشروع الرشاد رابي انشر مفاهيم
تنهي عصر الاستعباد. لا تطرف لا الحال رابي مشروع الرشاد، رابي ينشر مفاهيم تنهي عصر الاستعباد. للموفق سيد عباس السبتي.